بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، يسعدني أن أتواصل معكم من خلال شرح درس اسم الآلة. اسم الآلة زي ما تعرفين هو المشتق الخامس من المشتقات. خدنا قبل كده اسم الفاعل، وخدنا اسم المفعول، وخدنا صيغة المغالبة، وخدنا اسم الزمان والمكان. النهاردة إن شاء الله معانا مع اسم الآلة. تعالوا نشوف تعريف اسم الآلة. يعني إيه اسم الآلة؟ اسم الآلة قول لي هو اسم مشتق من الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة المستخدمة في الفعل. يبقى اسمه مشتق من الفعل الثلاثي للدلالة على الآلة المستخدمة في الفعل. طيب احنا طبعا عارفين ان كلمة الدلالة دي اهم حاجة عندي في المشتقات. يعني مثلا اسم الفاعل كان لازم يدل على من قام بالفعل، اسم المفعول لابد ان يدل على من وقع عليه الفعل، اسم الزمان والمكان يدل على زمان ومكان حدوث الفعل، صيغه وبلاغه تدل على كثره حدوث الفعل. النهارده اسم الاله يدل على اله الفعل، يدل على ايه؟ على اله الفعل. طيب اسم الاله ده ينقسم الى قسمين، انواع اسم الاله عندي نوعين. في عندي حاجه اسمها اسم اله قياسي اللي احنا بنسميه مشتق، وعندي سماعي اللي احنا بنسميه جامد. يبقى عندي اسم الاله دي نوعين، قياسي وسماعي او مشتق وجامد. قياسي اللي هو مشتق، وسماعي اللي هو جامد. يعني ايه بقى قياسي ويعني ايه سماعي؟ قياسي او مشتق بمعنى ان الكلمه عندي بتكون ليها وزن تعرف عليه ولها اصل الافعال، اما السماعي بمعنى ان هو اسم عن العرب ليس له وزن او ليس له فعل في الافعال. طيب السماع القياسي اسم الاله القياسي ينقسم الى قسمين، في عندي اوزان قديمه وعندي اوزان حديثه. يبقى هنا الاوزان تنقسم الى قسمين، عندي اوزان قديمه وعندي اوزان حديثه. الاوزان القديمه عندي ثلاث مع بعض، هم ثلاث اوزان. عندي اول وزن، وزن مفعال، اثنين وزن مفعل، ثلاثه مفعل، بنشكلهم برضه عشان نبقى فاهمين. عندي مفعال، مفعل، ومفعل. عندي الاوزان الحديثه، عندي وزن فعالة، اثنين عندي وزن فاعلة، ثلاثة وزن فاعول، أربعة وزن فعالة. وبرضه نشكلهم مع بعض عشان نطور كويس. عندي وزن يمنى فعالة، وعندي فاعلة، وعندي فاعول، وعندي فعالة. يبقى فعالة وفعالة، فعالة وفعالة، ما نقصش بين الوزنين دول، فعالة وفعالة. دي بالنسبة للأوزان الحديثة. أما السماعي زي ما احنا قلنا في بداية الدرس اللي هو ما سمع عن العرب وليس له وزن أو ليس له فعل. ده معنى كلمة السماع. طيب ننتقل بعد كده إلى الأمثلة على الأوزان بتاعتنا. تعالوا نشوف أول حاجة بالنسبة للأوزان القديمة. أمثلة على الأوزان القديمة. قلنا أول وزن عندي وزن مفعال. زي إيه مثلا وزن مفعال؟ كلمة مفعال عندي مثلا زي كلمة مفعال حرثة، هقول محراث. هقول مثلا مفعال ثقبة، هقول مثقاب. من فعل مثلا نشر هقول منشار، وهكذا. دي كلها كلمات تدل على الات، حرس محراس، ثقب مثقاب، نشر منشار. الوزن الثاني عندي زي ما قلنا وزن مفعل. مفعل زي ايه؟ عندي مثلا من الفعل صعد هقول مصعد، ولكن مثلا من الفعل قص هقول مقص. خلي بالنا الكلمه زي دي الحرف عندي الاخير
حرف مشدد على وزن كيف عالي. كمان عندي مثلا الفعل برده هقول مبرد. وعندي كلمه مهمه جدا في الامتحانات كلمه معمل، من الكلمات المهمه جدا دايما بيجيبها لي بمعنى اله هدم. يعني تقول لي مثلا كان الارهاب معمل هدم في بناء الامه، فبالتالي بمعنى اله هدم في بناء الايه؟ الامه. طيب الوزن الثالث عندي وزن مفعل. زي كلمة مفعلة تقول لي طبعا بنستخدم حاجة اسمها المسطرة، وبنستخدم برضو المنقلة، وكلنا بنستخدم طبعا في الأكل حاجة اسمها ملعقة. تمام؟ وممكن تيجي عند كلمة مكواة برضو على وزن مفعلة اللي بنقولها دي. تمام؟ شايف كلمة مبراة اسم آلة على وزن مفعل، مجرار على وزن مفعل او مجرار على وزن مشعل. ده بالنسبه للاوزان القديمه. طيب نتكلم دلوقتي عن الاوزان الحديثه. الاوزان الحديثه زي ما انتم شايفين هنا كده، عندي اول وزن وزن فعاله. زي وزن فعالة طبعا كلنا عندنا شكلنا زي بس فعالة عشان ما تغلطش كويسها. وزن فعالة كلنا طبعا عندنا السيارة، سارة تبقى السيارة، وبرضه عندنا كلنا في بيوتنا عندنا الثلاجة، وعندنا الغسالة تبقى غسالة، ثلاجة، سيارة. كل دي كلمات على وزن فعالة، وغيرها من الكلمات اللي على وزن فعالة. طيب الوزن الثاني وزن فاعلة. زي ايه فاعلة؟ طبعا نستخدم مثلا في النقل حاجة اسمها الناقلة، زي ناقلة البترول مثلا، أو أقول الشاحنة ننقل من خلال البضائع. عندي مثلا الباخرة اللي هي السفينة، وهكذا. ممكن عندي الحاسبة اللي هي الآلة الحاسبة نسميها حاسبة، وغيرها من الكلمات على نفس الوزن تدل على آلات. الوزن الثالث عندي وزن فاعول. زي إيه فاعول؟ برضه عندي مثلا كلمة وليكن مثلا ناقوس، اللي هو المستخدم في الكنيسة في الدعوة للصلاة. عندي مثلا زي كلمة صاروخ، زي مثلا كلمة شادوف اللي كان بيستخدم في الصرف زمان، وغيرها من الكلمات اللي تدل على الآلة على هذا الوزن. طيب آخر حاجة معانا النهارده وزن فعالة. زي مثلا عندي كلمة الفعل خزنة هقول خزانة، وغيرها في كلمة على نفس الوزن مستخدمة في الآلات. ده بالنسبة للأوزان المعية القياسية أو بنسميه المشترك. طيب بالنسبة للسماعي، السماعي احنا اتفقنا هناك إن هو مسموع عن الأعراب وليس له وزن وليس له فعل. بمعنى كلمة سماعي مجرد كلمات تدل على الآلات ولكنها مسموع ليس لها أوزان مقاس عليها. زي مثلا نقول كده أسماء الآلات السماعية، زي مثلا عندي وليكن مثلا كلمة سكين، عندي مثلا كلمة رمح، عندي مثلا كلمة قلم، كلمة سيف، عندي كلمة زي مثلا كلمة شاكوش مثلا. طيب شاكوش ما نستخدم جاي على وزن فاعول، هنقول تمام جاي على وزن فاعول، لكن ملهاش أصل في الأفعال. كلمة شاكوش على وزن فاعول، لكن هل ليها فعل اسمه شكشة؟ لأن طبعا مش الكلام ده، لكن هناك ناقوس ناقصة وصاروخ صرخ وشادوف شلفة وهكذا. دلوقتي عايزين بس نفرق بين حاجة صغيرة جدا. أنا ممكن الكلمة عندي تيجي في الجملة فيها دلالة معينة، وليكن مثلا بنقول الصحفي منشار للأخبار، وأقول يستخدم
النجار، المنشار. ايه الفرق بين كلمه منشار فوق في الجمله الاولى وكلمه منشار، كلمه منشار في الجمله الثانيه؟ طبعا في الاولى بمعنى الصحيح منشار للاخبار يعني كثير نشر الاخبار، اذا هي صيغه مبالغه وليست اسم آلة. أما في الجملة الثانية نستخدم المنشار فهو آلة الحفر اللي هو المنشار، فيبقى هنا اسم إيه؟ اسم آلة. وطبعا احنا زي ما احنا عارفين وبالتأكيد إن المنشقات بتعرض حسب موقعها في الجملة، فمثلا عندي الجملة الأولى كلمة منشار هنا تعرض خبر، أما في الجملة الثانية تعرض مفعول به وصناعة نصبه الفتحة. تمام؟ وبكده الحمد لله نكون انتهينا من درس النهاردة، يا رب إن شاء الله تستفيدوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.